جيت وتبع اخر اللي هو قطعت عليه. الجزائر كل احنا بالجزائر كلنا شرقيها وغربيها وشمالها وجنوبها يسمعوا شركة بلادنا القطريين وفي اول في مختلف هذا مشروع على المدى المتوسط ثلاث مرات المساحه التي يتم استصلاحها ثلاث مرات المساحه الاجماليه تاع الولايه تاع فلاح ياك هاي سيد مدير فلاح بتقنيات حديثه يوفر مناصب شغل مباشره يوفر الانتاج وهذا من بين التحديات تاع الدوله الجزائريه على المستوى الدولي بالنسبه للمشروع الحديد وباش يدير مشروع اللي بقره حلو 16 بقره حلو زيرو يا سيدي 200 لا نهضر بار كادوس والمصنع تاع النقل والتحويل هذا المشروع المهيكل شوف الاثر اللي ترتب عليه بالنسبه للجزائر واقع ولايه اضرار واقع الجزائر واقع ولايه اضرار واقع دائره اولب وواقع هذه البلديه اللي بتوقع فيها المشروع على المدى القريب لان منذ سنه من بعد راهم الاجراءات ماشيين بخطى ثابته واول تحدي اللي ندار لهذا المشروع هي صنع غاز اللي لحقت الكهرباء للمحيطات الكهرباء لا برودكسيون ديليكتريسيتي يعني انتاج الكهرباء هنا في الاولى عندنا محطه عندنا محطتين في طور الانجاز وكان وحده في طور الانتهاء باش تشوفوا الان المشروع هذا يتطلب طاقه كهربائيه وبالتالي بالاهميه بمكان انه هذا المشروع تشوفوا المدى عليها قلت انا من المشاريع المهيكله التي نعتز بها اخذين بعين الاعتبار الاثار فيما يخص المياه الصالحه الجوفيه وكذلك الحفاظ على البيئه فيما يخص هذا المشروع البيئي الاستصلاحي وما يترتب عنه من الناحيه الاجتماعيه فيما يخص مناصب الشغل وانتاج ما نستورده من حليب وبذره الحليب خاصه. القطاع الثاني بين في الفلاحه وفي نفس البلديه وفي نفس الدائره الان كوسيدار كانت تخدم في خنشلة عندهم تجربة في خنشلة راح يوظفوها في ولايتها وعندهم 16 طالب وراهم بداوا ديجا في العملية سوناطراك داروا فرع خاص بالفلاحة وينطلق عندنا بالنسبة للذرة الصفراء اللي يستودوها وبالنسبة للحبوب اللي سموس الحبوب يعني البذور باش تشوفوا الان التحديات اللي عندنا في قطاع الفلاحه في هذه الدائره وفي البلديه خاصه نظرا لتوفر المياه الجوفيه بعدها المحيطات بعدها على السكان ما يأثروش على المياه الجوفيه كما يقال هنا وهناك ما كانش تاثير لان في عندنا دراسات وعندنا رانا راش اللي واقفه في هذا البلد اذا قطاع الفلاحه انا نشوف انه على المدى المتوسط وعلى المدى القصير والمتوسط مش على المدى البعيد اقصرها سنتين ثلاث سنوات تشوفوا تمحور الولايه ومشاريع مهيكله وما يترتب عنها من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه كي جا المصنع هذا لا فيبروتيك مشات دونك العدو اوريدو موبيليس يبداو يستثمروا لا كوبرتير كون لاغريكولتور با كي تمشي في الفلاحه يمشي كلش معاه حتى طرق فيما يخص المحيطات فيما يخص لي زاكسي خرجنا القريه هنا في بلديه تمقطل القريه دي وين شفنا السيده اللي بولو من بعد هذيك عندهم الطريق الطريق تخرج الاوبرود سوناطراك سوف تخدمها وعلاه تخدمها سوناطراك لانها ضروره اقتصاديه للمحيط يعني خرج من هي خرج لما في المحيط انا اذا حبيت نوركم بعض المعلومات وباش تشوفوا باللي قررت السيد رئيس الجمهوريه الموضوع من الامن الغذائي ووضع من ولايه اضرار ولايه محوريه فلاحيه بامتياز
لو شوا اللي استراتيجي، الاختيار استراتيجي. نحكم مقومات تحاليل هذه البنايه والمقومات التي تدخل فيها والاباق المترتبه من خلال وما يترتب عنهم طلبات، لان غدوه كذلك لما يجيو هذاك الصحه تتحرك، النقل يتحرك، الاندستري تتحرك، المواصلات تتحرك، البريد يتحرك. ما نقولوش لان المشاريع لما تجي مهيكله هذيك تجي مش تحصيل حاصل. لما ندير مشروع مهيكل القطاعات الثانويه الاخرى تركب تمشي معاها. لو كان ما جاش المشروع هذا المهيكل سونيكاس ما تجيبش استثمارات كبيره وتجيب هذا المشروع هذا. انا ما نقولش شكون ندير هذا المشروع المهيكل جا معاه وما جابش معاه غير المشروع هذا، لان نظرتنا هي نظرتنا حتى اون افي غرون. كان حنا غدوا في الطاقه الكهربائيه اون سيو ديمونسيوني، زدنا في الطاقه وباش نتكفلوا بالطلبات وكذلك طلبات الولايه فيما يخص لي بوست هادو اللي ورايحين عندنا مام اون نوفال نوفو بوست اون نوفال راكين هذيك برودكسيون ديليكتريك اون نوفال سونترال الكتريك اللي الوحيده في افريقيا سوف تنطلق ودرنا الارضيه وسوف تندر براسان انطلق. باش تشوفوا الان من خص انتاج الكهرباء توزيع الكهرباء للفلاحين تلقى النقاط اللي تفضلتوا بها حقيقه. قال محيط فلاحي خصنا هنا، قال خصنا هذه امر شغل محليه، هذه راه عندنا نديرها في منهجيه العمل تاعنا مع في اطار مواكبه الفلاحين وكفل بالفلاحين.